عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا حياكم الله. تعالوا يا شباب. حياكم الله يا هلا. كيف صحتكم؟ أخباركم؟ قناة السعيدة. الله يخليك. البرامج يعني مش قوي. احنا نعتز بمشاهدتك مشاهدتك لقناة السعيدة. الله يبارك فيك. احنا اخذنا ثلاثة اصنام نشتيهم يعني راعونا في السعر. الله يبارك فيك يا هلا. الله يخليك. كم حيكون حسابنا؟ بس ما الله يبارك فيك. ما الله يخليك. كم بالحسابنا؟ 10 و5 الدنيا 10 خلص ما يهمك. واذا تشتون على حسابي انا بارك الله فيك قلبي والله. لا والله الله يخليك لان انتم شغالين مع الجمهور كامل. الله يبارك فيك. موفقين ان شاء الله. امين. ودعواتك لنا يا والد. الله يوفقك. الله يبارك فيك. بس يعني طيب يا والد احنا حابين بس يعني نسمع منك كلمه توجهها لاحبتنا المشاهدين. هذا البرنامج يعيش حياه الناس، يلامس حياه الناس، فيه عطاء، فيه فعل خير. ايش رساله عندك حاب تقولها للمشاهدين عن العطاء وعن حب الناس للناس؟ والله انا شهادتي اني اقولها ان القوي يساعد الضعيف. نعم. الخير يعمل خير للصغير والكبير. نعم. وهذا شيء طيب يا اخي. نعم. عندما انت عندك امكانيه وتساعد الضعيف. نعم. او جمعيات خيريه او مراكز من حق الايتام يعني كثير يعني الاشياء هذه. نعم. او من حق الامراض النفسيه. نعم. او الذي يحبه يعني المساعده. نعم. احنا في هذه الحلقه اليوم بنحقق حلم لاحدى النساء الفاضلات تعمل على تعول يعني 7 بنات وتفتح محل كوافير وفساتين عراس، وحندعمها في هذا المشروع ان شاء الله. وانا معك في الشيء. بارك الله فيك. اي شيء اللي ينقصها عندي كل شيء، عندي علاقات، عندي هولا خلاص قد انتم جزعتوا فيه، لكن نعم. انا اي شيء اللي ناقص بعرف. شكرا لهذه المبادره الطيبه، بارك الله فيك يا والد. هذا انما يدل على ان اهل اليمن هم اهل العطاء، هم اهل الخير. فعلا نشعر انه باذن الله عز وجل اليمن في خير بوجود امثالك يا والد. الله يبارك. بارك الله فيك. رحنا مع بعض عشان نشتري اغراض الكوافير وكنا يعني عاملين حسابنا على ميزانية معينة صراحة، بس لما وصلنا للمحل كان في أغراض مهمة جدا لازم أنها تكون في المحل، خاصة وإنها كانت يعني تستأجر معظم أغراض المكياج عشان يعني تشتغل، وإحنا كنا حريصين كل الحرص أن إحنا نوفر كل شيء بحيث يكون خاص فيها ما تحتاج لأي أحد. أحبة المشاهدين، أم أحمد اختارت فساتين جدا أنيقة وحلوة اللي هو هذا وهذا، والأخ عبد الرحمن بارك الله فيه راعانا جدا جدا في السعر وساهم معنا، بارك الله فيك عبد الرحمن، شكرا لك. خلاص خليهم يجهزوا الشباب الفساتين. أوكي. شكرا لك. بس أحبة المشاهدين قبل ما نمشي أنا شايف الفستان الصغير الحلو هذا. نهى كيف الفستان حلو؟ نجيب لك زيه؟ طيب بكم بتحصل لنا؟ صحيح؟ خليها في يدك. هاتي ناخذ هذا هذا. يلا شكرا لك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك، شكرا لكم شباب. الحمد لله بتوفيق من الله عز وجل أتممنا شراء هذه الأدوات المتواضعة البسيطة، وأردي يعني ما شاء الله محمد
انطلقت في هذا المشروع وتعود أسرة كاملة. احنا فقط يعني حاولنا ان احنا نحقق حلمها بهذا الشيء البسيط. المحل اخذ مننا وقت وجهد كبير جدا، حتى اللوحات اللي عملناها رحنا لصاحب المحل محل الدعاية وخليناه يعني يشتغل طوال الليل عشان نركب اللوحة في اليوم الثاني مباشرة. وبعد ما جهزنا المحل وركبنا اللوحات وسلمنا المحل كانت سعيدة جدا جدا. أسأل الله عز وجل أن يسعدها وإياكم أحبة المشاهدين. طبعا أحبة المشاهدين الآن إحنا جايين نركب اللوحة، فكانت الكهرباء والله المستعان طافية، فانتظرنا شوية على بال ما جبنا بترول. طبعا الأخ عبد الناصر والأخ يحيى هم من يركبوا اللوحة. الأخ عبد الناصر صاحب المحل، بارك الله فيك يا أخ عبد الناصر، تعاون معنا جدا في سعر اللوحات وفعلهم لنا بطريقة مستعجلة يمكن ما حد حيقدر يعملها. بارك الله فيك، أنا شاكر لك كثير، أسأل الله أن يكتب لك الأجر في ذلك. شكرا لك. حتوكلوا على الرحمن، إحنا قد جبنا بترول، والأخ يحيى أنا عارف أنه له في الكهربائيات، فأخذ المطر ويركب وتتوكلوا على الرحمن. بسم الله بالتوفيق، بارك الله فيكم. اسم المحل دلوعتي لدنيا الأعراف، تجهيز سيدات وعرايس، تأجير فساتين، وفي الأخير حياة الناس. طبعا بحمد الله وتوفيقه وفضله ومنه وكرمه انتهينا من تحقيق حلم أم محمد، لكن الآن باقي معنا حلم حابين نحققه، حلم نهى. يا نهى كيف حالك؟ ارفعي صوتك. نهى ايش حلمك؟ انا سمعت ان حلمك تظهري على الشاشة على التلفزيون صح؟ طيب نحقق حلم نهى، والآن أنت بتظهري على الشاشة وكل الناس حيشوفوكي عبر قناة السعيدة، تمام؟ طيب كلمة حابة تقوليها قبل ما تمشي لقناة السعيدة، بس ارفعي صوتك. إيش حابة تقولي لهم؟ شكرا للسعيدة. شكرا للسعيدة، شكرا لك نهى. صيحي لي الماما عشان تجي تشوف اللوحة. كيف اللوحة؟ تمام حلوة؟ قلت لك ايش جني، ما توقع، انا كنت احلم بكذا جني كذا. ربنا يوفقك، الله يوفقك. المهم دعواتك وتستمري دائما بالدعاء لنا، وان شاء الله أكيد. ربنا يجمعنا بك وبالحاضرين باحبتنا المشاهدين في جنات النعيم ان شاء الله. ربنا يوفقك. بس انا زعلانه ما توصلت قليلا. لا مش مشكله. ربنا يوفقك. الله يخليك. الله يخليك ان شاء الله. ان شاء الله زي ما انتوا عزيتوا سبع بنات. الله يبارك فيك. طبعا حققنا حلم نهى، أكيد ظهرناها على الشاشة. تعالي حبيبي تعالي. قالت شكرا للسعيدة. قالت شكرا للسعيدة. شكرا. خلاص شكرت السعيدة. شكرا للسعيدة حبيبتي. يلا إذا بالتوفيق ودعوات. إن كلمة ألم هي نفس الحروف المكونة لكلمة أمل. لم يخبرني بذلك أحد إلا لوحة المفاتيح التي على جهاز المحمول، فكلما كتبت ألم تسبقني أصابعي وتكتب أمل، فأمسحها وكل أمل أن ينزاح الألم بالأمل. والألم مقياس سعة الحلم عند الآخرين، فمتى تعرف الحليم إلا عند شعوره بالألم. وهنا أيضا الألم والحلم الألف والحاء، إذن ألم يساوي علم زائد حلم. ما أجمل أن تكون مداوٍ ومعالج لآلام وجروح الناس. جميل أن ترى تلك الجروح تشفى وتعافى. قد تعالج ألم كبير لأسرة كاملة بشيء بسيط جدا وشيء يسير جدا، تجد بذلك سعادة لا مثيل لها.
فلنسارع جميعا أحبتي ولنتفقد حياة الناس ونسعى جاهدين في مداواة جراحهم وآلامهم. أحبتي المشاهدين، لتعليقاتكم ومقترحاتكم تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك قناة السعيدة حياة الناس، ولا تنسوني من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله. عيش الحياة بإخلاص وسعد جميع الناس بالكلمة والبسمة بالحب والإحساس. عيش الحياة معهم شارك مواجعهم بالخير أسعدهم وامسح مدى معهم. سعد حياة الناس.